دلعونا الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة على دلعونا الدنيا دوارة حارتنا صارت حارة محتارة وإن بدك بتعرف أخبار الحارة اسأل عليها يلبي ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة ناس بتهدم التراث وناس بتبني حضارة يا مختار المخاتير خدني على هالحارة حتى أعرف شو بيصير بهالحارة المحتارة النجم غني لي غني لي غني لي غني لي وحسابي بسرعة اعطيني حتى فرت النجم غني لي 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 بسم الله الرحمن الرحيم غني إذا ما غنيت ليش ولا عمرك بتصير نجم شيخ بدي أغني لهم بديهم يسمعوا لي شيخ بديهم يسمعوا لي غني لي في الأول غني لي شيخ نايف قطعت بسرعة قدامي طير إذا ما غنيتش غني لي أبو الفوز أبو الفوز بدك رزقك أبو الفوز بدك تصير عندك سوبر ماركت كبير والناس تهل عليك والمصاري تلعب بجيبتك وتصير أبو الفوز حلك صعب بس مش كبير شل شمال شال لابو الفوز يلا امشي وطير امشي وطير احجابك فيني امسك خليك تصير ابو الفوز عند نجم عند نجم مغني الحارة اليوم لازم تسمع تلحين حاضر يا سيدي حاضر حاضر ومن توفيق ابو الحمص لازم تاكل صحن حمص وتاخذ فلافل وتروح عند عوض النسناس وتحلك كل يوم حلقة وتصير الناس اطرق قدامي بدك تطير كل يوم بدك تغسع الحمص بلا تهليل واقف من عند ابو الفوز دكان وتدخل
وفراثك تعب الدار وانت تصير كبير نجم المغني كل يوم راح تبوسه وتصير طيب عليك شو خلينا نطلع يلا طير 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 اعجابي يا شيخ طير اعجابك صار بدون تفكير طير تفضل يا شيخ أيوة. طريق على دبير واحد من الاولاد يا شيخ المهم ولك ساهر يا ساهر ولك بس بدي اعرف شغلي وحدي كيف اقنعتهم ابو عطا لا انت ابو لطفي المختار ابو لطفي لا انت ابو عطا انت ابو العدل هذا سري وراح يبكى في بير بير اللي يشربك يا زلمه شرب اقنعت ابو عطا إذا أقنع إحدى المخاتير احكي معي زي الخلق بشرك متخوي ذكاء احكي عادي معي ولا أقنعت أبو عطا إذا أقنع واحد من الناس إنه يصير مختار رح يكذب عليه ويصير هو المختار وأقنعت أبو لطفي إذا أقنع إحدى الناس أيوة رح يصير هو الثاني مختار وأقنعت أبو العبد نفس أبو عطا ونفس أبو لطفي يلا أبو الفوز عوض تعالوا جيت يا نجم نجم ولك نجم اذا مالكم خاف والله خلعتونا الشباك افتح افتح الشباك افتح 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 هاي كلها بدنا اياك تيجي تغني لنا سمعنا صوتك كم اغني لكم طيب بغني لكم صوتك حلو بجنن يا نجم شو بدكم انتوا اياه يلا يا زلمه بدكم اغني لكم طبعا ولا انا اغني لكم ولا لا مش مصدق حالك يعني يلا يا زلمه جليل احلى فنان حارت طيب اجي يعني انكم يلا 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 على التوفيق يلا 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 ها طبعا كوسه صدق حالك انعجك انعجك صدق حالك نسيت العود راح اجيب العود 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 ليه الحاج صدق حالك ودعون يا علي لأيام اللي راحوا راحوا عمري ضايع ضايع على الماضي وجراحوا الله يشافيك يا نجم الله يشافيك اللي شفته اللي شفته يا حرام وشو شفت دخلك قبل ما تشوفك عينيا وكد عبر وانا سمعتك في ذنيا لا زرع لك بستان ورود وردة صغيرة تفيجي لا زرع لك بستان ورود نعناع الله يشافيك الله يشافيك يا بردين يا بردانة وش قلتي ليش والحلو زعلانة يا بردين يا بردانة وش قلتي ليش والحلو زعلانة يا عيني عليك يا عيني عجبتكم بالجمد اما بالنسبة للدكاكين اقنعتهم انه اي واحد بيشتري من الثاني رح يصير المصاري تنعب في جيبته وتصير ونجم خوفته دستور عشرنا من دستوراتك خرب مع مثل البني آدمين قلت لك بلا تهب الولا سمعت اقنعت نجم وفهمت اصحاب الدكاكين انهم لازم كل يوم يسمعوا من نجم تلحين تلحاني على التلحين وهيجا اقنعتهم وضحكت عليهم والله بالمخ والتفكير ولك مشكلي البرتشن عليك برتشن سلامي سلامي بدي ودي لك سلامي ودي لي اياه بس دير بالك سلامي بدفع وعنص ولا بقص خبرك ولا سمعت ودي للناس الثاني اسمع اسمع هسا بدي اروح الف للف واشوف للف في حدا هان ولا هان واظبطك اخرى احسن من هيك بس يا ويلك اذا بتجيب سيرتي يا ويلك طب يلا مشي طير طيارة اللي تشبفك يا فتاح يا علي السلام عليكم جيت والله جابك يا هلا يا ابو الفوز شو اخباره يا زلم وين انت من الصبح بستنى فيك خير ابو الفوز خير يعني بدي احلك شعراتي ايه يا زلمة كنك انجنيت انا امبارح حلكت لسه طب خلص السلام عليكم انت شنو والله غير تحلي يا زلمة انت عارف بكره الجمعه والله ما انت كريم يا ابو الفوز
والله ما تكلي عريس عريس من تطلعها كم نفوس. تسلم تسلم يا عوض. مرحبا عوض. اهلا وسهلا. دحلك في مجال؟ فوت فوت مع انك لسه يومين صار لك حالي فوت. العافية عوض. يا هلا بالدحلك حبيبي بالدحلك. في حدا قدامي؟ في اثنين قدامك. في اثنين؟ طيب اسمع بس يصير ما دوري يجي بتندو علي. طيب هي راح تصير. خلص ولا يهمك. السلام عليكم. نص ساعة زمان وبترجع ان شاء الله. ماشي ماشي. والله يخلي لنا اياك يا شيخ لك. العافية يا ابو الفوز. اهلين يا توفيق. الله يخليك يا ابو الفوز. جهز الطلبية قبل ما امشيها للزباين هي ما عنده واقفين في المطعم. طلبية؟ وبرجع باخذها. طيب ولا يهمك خلص توكل على الله هسه بجهز لك اياها. على راسي على راسي. العافية ابو الفوز. اهلا اهلا نجم حي الله. ابو الفوز بدي اغلبك. بدي علبتين سردين من البهركن وصفط راحة وشحاتين على راسي. بدي اغلبك بدي لي فتح حمام. طيب طول لي فتح حمام قبل ما اجيب لك الاغراض كل اسبوع. هاي صغيرة. هاي كبيرة منيحة. يلا تفضل. هاي صفت براحة وهي علبتين السردين صح وعادي وهي الشحاتين. سجلها يا اخي اسبوع بعطيك اياها. سجلها. يخلف عليك يا نجم. احنا انبسطنا كنا في زي ما بعدين معك. ابو الفوز تعال يا ابو الفوز تشترك معك تعال. يا زلمه دينك هذا شويه اغراض دين اول رد شوي. بدي ست قلب شفرات واعطيني مراي من هذول بس زهريه زهريه. طيب ولا يهمك احلى مراي. في عندك اباريك؟ هسه بجهز لك اياها. خذ هاي المراي مشي الزبون اللي عندك. مشي مشي وخلص بجهز لك الطلب. جهز لي ابريك وليفي بدايك في الزباين. ولا يهمك ولا بركاتك يا شيخ لايك بركاتك. الله يرضى عليك يا شيخ لايك. سلامي تعال تعال. نعم. اسمع بدك فاطمة تحبك ومفخرة ترضى عليك؟ كيف؟ في واحد اسمه الشيخ لايك في الحارة اللي ورانا. لايك؟ ولك لايك الشيخ لايك. شوف عمل هذا. هذا بكتب لك حجاب وبحط لك اياه في جيبتك وهيك بتصير فاطمة تحبك ومفخرة بترضى عليك. طيب شو يعني حجاب هذا؟ معنى هيك عايشي؟ يعني ورقة بكتبها وبحط لك اياها في جيبتك وهيك بتصير تحبك. بكتبها انا. ولك بزبطش الا الشيخ لايك ولك افهم. عم بعطى بكتبها. أبعرف شو اسويها بعطى بعرف ايش. مين عنهم ابو الفوز خطه بتجنن. ولك برضه بزبطش بدها الشيخ لايك بقول لك. طب اكتبها نت. اقول لك ولك انا بتعب في حالي معك على الفاضي لعمرك لا. طب انا وقفك كمان ودي اكتب لك كمان عليك اي شيء. والله بعطى بعطى. عملتهم قهوة ولا زادتش مرة. عملتها على الفاضي وصلتوهاش. يا ثلاث كاسات شاي على حسابي يا توفيق ما تاخذش من حدا. بتمول ابو العمي. هاي توفيق. تعال اركين شجيري زياد الله يرضى عليك. خلاص يلا اخوي. شو بقول يا ابو الفول؟ تفضل. انتوا عيلة دار ابو فجنة ما شاء الله عيلة كبيرة في الحارة. اكبر عيلة في الحارة. محيك يلا محيك. وحلال وما شاء الله. يلا محيينا بقى. محي اصلك يا ابو عطا. تقول اصلح واحد يصير مختار لها الحارة. انت يا ابو لطفي. يا سيدي حجك خرافك على عين وراسي وعزاك العين لكن انا بحكي الدغري. اخوي ابو العبيد انسب واحد للمخطره. طردار من سناس عندهم الدراسه. السلام عليكم. وعندهم المطحنه. وملاكهم معبي الحاره. ما شاء الله ما شاء الله. امرت لرب العالمين. صحيح صحيح. اخوي ابو العبيد هين الدنيا وطالع عند المختار. انتوا كفيتوا ووفيتوا. بس يا عمي طار الذكر أول من سكن في هالحارة وعمي أبو عطا أولى واحد يصير مختار في هالحارة. مبارك عليك المختار يا أبو عطا. جماعة الخير على مبارك عليك. أنت أفضل واحد يصير مختار يا أبو لطفي. الله يرحمه جدكم ذكرين. زلمة طيب ومحترم. أنت مختار من يوم طالع. أما فاطمة أبو العبد أما حبيبك خليني مختار أتجوزني فاطمة. ولك جيزتك معك. قوم شكرا. سلامة. ولك السلامة. أيوة شو بتسوي هون؟ دور من هون. دور من هون. ولك دور بالهول. ولك احنا نتخرف في اشي مهم. جوزني فاطمة. جوزك. امشي. جوزك تصبح امشي. اطلع. اطلع من شين هاد. اطلع. اطلع. لا لا ذا من الدنيا لا اخني. برا امشي. سلام.
شايف يا ابو الخفي؟ تفضل. انت المختار. انت ولا يمشي. واحد مناسب. عم بعطى. انت المختار من يوم طالع. ابو العبد. صلي على النبي. ابو العبد. لا يا عمي. صلي على النبي ابو العبد. طلع عليك يا ابو العبد. الصلاة تحط على راسك ابو العبد. ابعث لك تصير مختار. لا يا ابو الخفي. ولا يمشي. ابو العبد. بقول انت مختار. انا يا عمي ما لي فاضل هالشغله. انت راسك عندك.